السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الدنيا هانيه، كي داير مع الاحوال؟ نتمنى تكون على خير وبخير. مرحبا بكم في لاشين ملاك فلوغ. بونجور لي زامي، بيانفوني سور لاشين ملاك فلوغ. جيسبر كو فوز الي بيان، فوز لي بيانفوني سور لاشين. اوجوردي نو زالون فير اون نوفيل ريسيت، ندير واحد الوصفه جديده اليوم. راه خالتي اللي غتوريكم داكشي اللي غدير هاد النهار. غدير خضيره في مشويه، هي كندا في الفور بحال اللي مشويه. خضيره مشويه. ونتمنى خوتي خواتاتي هاد لا فيديو تكون عجبتكم، وعاد شوفوا ان شاء الله نكملوا بهاد لا فيديو، وناخذوا نديروا امتي غوتي. ايوا وبقاو معنا خوتي خواتاتي. يلا ها نتوما، نخليكم مع داده، هي اللي غدير معاكم. انا راه الوالده مسكينه راه مشات للبلاد على شغلها. ايوا وراه من بعد غتجي ان شاء الله. وراه دابا راه داده هي اللي غتكلف هاد النهار هذا، غدير لكم واحد الوصفه تكون رائعه زوينه بزاف. وها نتوما بقاو معنا خوتي خواتاتي. السلام عليكم البنات، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كي دايره احوالكم؟ غندير واحد الماكله ديال هكا ديال الخضره اللي تتبقى في بعض المرات، تنشريو الخضره وتتبقى لينا، هو ما نخليوهاش ما نلوحوهاش ما مزياش عاوتاني تلاويه. قلت لبنت اختي، قلت لها غادي نديرو، قلت لها ماكله خفيفه ديال خفيفه زعما بالاخص الناس اللي داير الحميه، مزيانه ليهم هاد الماكله هادي، والناس اللي تقدر صحيه على الخضره. وعندي انا ولاد بنت اختي ولاد ولدي تياكلوا الخضره تيبغيوها. ايوا قلت لها ملي وليداتك تيبغيو لك الخضره، علاش حنايا من نبروفيتي ونخليو الدراري ياكلوا الخضره، وبالاخص الدراري ملي يكونوا تيبغيو الخضره. وسهله اي واحد يقدر يديرها، سهله وخفيفه للعشاء ولا كاع الغدا هكا، مع شويه ديال لي بات مع هادي، وما فيهاش اللحم، ما تحتاجوا كاع اللحم. ولا الا بغيتي تزيدوا دي بواسون بلون بحال هكاك، الحوت ابيض وكا يجي واعر مع داكشي. ولكن الا ما كانش عندكم وبغيتوا ديروه ها، خضيره والله الا واعره. درت فيها فنه، درت فيها القرعه كورجيت، ها هي ستفتها، ودرت فيها الدنجال ها هو تا هو انايا غادي نستفو ان شاء الله. انا تنسد قربي شويه دابا باش يشوفوا الدنجال ها هو يا تا هو. ودرت فيها البطاطا، غندير فيها المطيشه، الخضره كلها كما كانت الخضره. وتقدروا كاع لما بغيتوش مثلا هكا ديروا كل حاجه بوحدها، ديروا الخضره كلها تخلطوها وديروها، ما كاين حتى شي مشكل. كيف ما درتو لا كيما بغيتو تخلطوها، بغيتو ديروها عا هكا اللي عجبكم ديرو، تتجي كيف ما بغيتي ديري ليها ديري ليها. زعما كان هي والله تنفضلها انا ديال الماكله ديال لا زوينه بصح نيت والله. والدراري تيبغيو بعداك الحمد لله، ما عندنا حتى مشكل مع الدراري مع الخضره بصح. كاينين ماكلة صحية تتكون زوينة، ماشي الخضرة ما عمرها ما كانت تضر والله العظيم اخوتي. لا زعما الخضرة راه شي حاجة انا تنفضلها على اللحم، وتنفضلها على كل شيء، وتتجي في الفرن زوينة وناشفة. المهم انا بعداك عندي في داري دايما تنديرها انايا هاد الماكلة هادي، والله دايما تنديرها بزاف والله، تتعجبني وخفيفه وما تضرش كاع، ما تضركش نهائيا، وكل شيء هذا الجسم ديالك تيكون عادي عادي، وما تيتقلش على الواحد. والله عادي تغداو هكاك غديوه بحال هكاك، ولا عشيوه تغداو ولا تعشاو خفاف حتى لاخر ساعه، وبنادم يقدر يديرها شي مشكل. ها نتوما البنات راه نتوما تبارك الله عليكم، سيكولوجي نتوما تبارك الله عليكم، راه عادكم ما تقولوا. ولكن هكا الواحد يتعلم من واحد، حنا باقل دابا تنتعلموا. ايوا البطاطا نتوما عارفين البطاطا الدراري تا هما تيبغيوها بزاف، درنا البطاطا اكثر من الخضره الاخرى.
البطاطا سان فيكولون راه سي با ليغوم كيما تيقولوا البنات حبيبات الجماهير البطاطا. وانا دابا والله العظيم اخوتي انا في هذا العمر هذا وعندي احسن خضره مع الدجاج ولا مع اللحم هي البطاطا. ورا البطاطا راه ما تتحسنش على الخضره والله العظيم دابا انا عندي البطاطا تنفضلها عندي احسن خضره هي البطاطا. دادا راه قلت لك الخضره راه ماشي البطاطا راه ماشي خضره في بلاصه اش قلتي فيكولون هي البطاطا والرز واللي بلاصه الخبز زعما في بلاصه الخبز مي راه ما تتحسبش مع الخضره الا كلاها بنادم بلا ما ياكل زعما الخبز وانا تتعجبني متى تكون فريت سي كونتري بالعكس عندي تغمقي اللي تتكون فريت تعجبني نديرها ناكلها مع الخبز بحالك بحال الدراري الصغار واش قلت لك ولا ما انا الدراري الصغار اللي هذا هو عيبنا عيب ما والو كل واحد عنده لي بريفيرونس ديالو. والله العظيم دابا انا عندي احسن خضره هي البطاطا واخا انا في هذا العمر هذا سبحان الله العظيم تنبغي الخضره تنبغي البطاطا مقليه البطاطا في مكان مقليه ولا في مكان في الفور ولا في الفور ولا في مكان فيها البطاطا درت فيها الدنجال درت فيها الكورجيت درت فيها ندير فيها البصله الخيزو الخضره كلها 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 اللي تتفضلوا وتتبغيو ديروها كلها بغيتو كاع تخلطوها ديروها في مره واحده وتخلطوها وديروها في البلا ودخلوها للفور ما كاين حتى شي مشكل عاوتاني كامرا نتوما ما شاء الله عليكم راه نتوما عندكم ما تقولوا الطيشة تاني غنديرو لها حتى هي هكا ديري انت انا ان شاء الله علاش لا تكون عندك هكا الخضره الزايده في الدار تقدري ديريها انا تنفضلها والله خيتي اللي تنفضلها على اللحم وكل شيء نشعل الفران وقيلا نشعل يد دي يسخن لي ما وخا يكون هادشي عشوائي ما كاين حتى شي مشكل ما كيف ما درنا ليه كيف ما درتي ليها تجي هادي الثومة غادي نحكها بوحدها هكا في هاد الزلافة هادي عاود اختياري اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغاش يديرها ما كاين حتى شي مشكل مشكلة مع داكشي تندير فيها كاس ديال الماء هكا في الزلافة
ندير فيها هذا زيت العود، حتى هو ندير واحد هكا واحد نص كاس، نص كاس ديال الزيت ديال زيت العود. ندير فيها شويه الكمون حتى هو، معليش شويه كيف ما درتي ليها، واخا ديري لها الميكله ديري لها نوع غير هذا البزار والملحه، غير البزار والملحه وما كاين حتى مشكل. تجي واحد المذاق زوين. هذا سكينجبير، درت معلقه ديال السكينجبير، ندير واحد شويه ديال السودانيه عشويه وصافي، الراس ديال المعلقه هوايا. معلقه ديال الملحه، ها هي معلقه الملحه، حتى هي نحركوا هاد لاصوص هكا. درت فيها غير درت فيها معلقه ديال الملحه، راه نتوما شفتوها، معلقه ديال السكينجبير، راس معلقه ديال الكمون، راس معلقه ديال السودانيه، راس معلقه ديال البزار، اللي بغى يدير على البزار يدير على البزار، اللي بغى يدير على السودانيه يدير على السودانيه. يعني كيف ما درتي ليها، يعني كيف ما درتي ليها تجي. واللي ما عندوش الريوز ديال الثوم يقدر يدير الثوم بودر، خويا ماشي مشكل، يدير الثوم بودر ما كاين حتى شي مشكل. تقدري ما ديريش حتى الثومه، درتي على البصله ما ديريش حتى الثومه، تتحتاج واحد المذاق ديال وي المذاق ديال هذا هو البلا ديالنا. علاش هاد البلاطو كولوغي جا زوين غزال، تبارك الله شوف، تبارك الله على دادا، ميرسي شكرا. تنديرو لها هكا لاصوص، تنديرو هكا انا هاد الماكلة بعد المرات تاني تندير عين الخضرة هكا تكون هكا في الدار، ديرها غنخلطها هكا وندير فيها البزار الملحه شويه زيت العود، سيرتو بالاخص زيت العود، زيت العود تيعطي واحد المذاق زوين، وندخلها للفور تاكليها بواحد الشهيه، والله تاكليها زعما ما تشبعيش من هنا، المفضله عندي وبالاخص الا كانت تتقوى الخبز. انا معاها تتقوى الخبز من تت ايوا حنا عارفين، انت عارفه انا نعرف على الخبز. الخبز اي حاجه تندخلو فيها الخبز، ولا سيدي الحميه راني ياكلش الخبز، ياكل عاد الخضيره هكا بوحدها راه يبات خفيف مع راسه. يلا انتم شفتوا خواتي خواتاتي دابا لابريزونطاسيون ديال البلا، حنا دابا غنديرو في الفران وغنزيدو نرجعو معاكم باش نوريوكم كيخرج كيخرجت الوصفة في الفور 180 الفور اول طومبيراتور 180، نخليوها 30 دقيقة نص ساعة زعما نص ساعة نص ساعة ايوا نص ساعة. يلا حنا خليناكم عاتو تسويت اخوتي خواتاتي. ملي تطيب الخضرة هكا نص طيبة تنديروا ليها شويه ديال الربيع من الفوق باش تبقى هذيك الريحه ديال الربيع،
وبالاخص لك الفور مزيان حتى هو تيزيد يعاون. المهم اي فور ديال الغاز ولا ديال الضو ولا كلهم، انا هاد الخضره هادشي اللي تندير ليها ملي تطيب نص طيبه تتقرب طيب كاع دابا راه قرب الطيب، تندير لها الربيع من الفوق. ها انتم اخوتي خواتاتي دابا راه حنا تنديروها بون تي غوتي. هاد القويطه هو درتها خالتي، درتها مع بنيتي صوفيا، وها هو واحد البريريدات تايما شهيتكم فيه. ها انتم الشر ها وي تعجبني داكشي انايا، يكون حتى يكون خفيف وزوين. انا لا بنت اختي تتقول لك اتاي تتبغيش حار بزاف، آوي تبغيه ما بين اتاي والنعناع، وانا تعزيز عليا اتاي يكون شويه قاصح، ولكن ماشي مشكل نهار تنجي لعندهم تنبدل العاده. والقاطو ها هي القاطو درتها انا وانا وصوفيا بنت ولدي، قالت لي مامي نديرو قاطويا وريني شنو ندير فيها. قلت لها ديري فيها ثلاثه البيضات ودانون مسوس ولا حلو كيف ما كان ديروه، وكاس لاروب ديال الزيت، وكاس ديال سنيده، وجوج خمارات، وفاني، وجوج كيسان ونص ديال الطحين الفرينه ديال الكاطو. وهي هذيك دارتها تنقول لها ديري وهي تدير. في الاخر شدينا المول درت ليه الزبده ودردرت عليه الطحين ودرناها طيب. وها نتوما دابا تشوفوا الكاطويه كي دايره. واه شوفوا خوتي خواتاتي ها نتوما، ودرت فوق منه شويه ديال هذا سميتو النوات الكوفيتير صوفيا هذه اللي والنوات كوكو. ايوا ما شهيتكم فيها خوتي خواتاتي، جيسبر هاد لا فيديو تكون تعجبكم، ودعمونا وتكومونتي وتبارطاجي وتلايكوا هاد لا فيديو. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. شكرا لكم اخوتي خواتاتي، منكم فضل من فضلكم هانتوما السيف عليكم ولا شحال داكشي عامل الكرم ديالكم. هانتوما اخوتي خواتاتي اتاي الوالده تتبغيه قاصح الوالده، اختي مسكينه ما كايناش مخليه براسها داكشي الحليبه، واخا حنا تنديرو ما نديروش كما تدير هي. حتى انت يا دادا حيتي تدير، راه دابا راه غاتشوفتها هي هاد الفيديو ما نعرف. المهم انت الحبيبه هاد الفيديو هذا ليك انتيا تانتيا، ورانا تنتفك تاع المشاهدين وتنتفكرك المهمه الحبيبه، وراكي ديما في البال، ورحنا توحشناك اجي لينا دغيا، ورا تنبغيك المهمه العزيزه، ورا حتى الدراري راهم تيموتوا عليك واجي لينا دغيا. ايوا هذا الميساج هذا باش تشوفي تانتيا الفيديو كامل من اللي من المغرب. ايوا نتمنى اخوتي خواتاتي هذا الفيديو يكون تانتوما عجبكم، وغنديرو لكم نوريكم توتالاغ الوصفه اللي دار دادا قبيله ديال الخضره، غنوريوكم كيفاش خرجت. ايوا خوتي خواتاتي نتمنى هاد الفيديو ينفع على قلوبكم داكشي اللي كاين، ونتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم بزاف. وها نتوما بقاو معنا خوتي خواتاتي، يلا هاتو تسميت. هانتوما خوتي خواتاتي كي خرجت هاد الوصفه ديال الخضره غزاله ما شهيتكم فيها حتى هي، الريحة ولا لا واحد الريحة انكرويابل. علي خوتي خواتاتي هانتوما غاردي هاد لا بيل كولور، النتيجة هي هادي الخضيرة زعما تتشهي وتاكلو منها حتى تعيو ما عندها ما تدير. شوف كيفاش دايرة تجي محمرة والريحة ديالها يا سلام يا سلام. ايوا تنتمناو تنتمناو ديرو تانتوما بحالها، وخا الخضره اللي كانت كيف ما كانت الخضره تجي بحال هكا. ايوا يلا خوتي خواتاتي بالصحه والراحه، نخليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم. Thank you.
Thank you.